بتقول بقى قبل ما نطلع الفاصل ده برضو نطل طلة كده على عالم التمرينات الرياضية البسيطة السهلة اللي ممكن تتعمل في أي مكان. هنتابع مع حضراتكم هذا التقرير بعديه فاصل ولا أنا عودة. اتفضل. صباح الخير على جماهير وأعضاء النادي الأهلي الكرام. النهاردة هيكون معانا تمارين للأطفال في البيت، ممكن نخلي مثلا ولادنا يعملوها أو أخواتنا الصغيرين يعملوها، ممكن نعملها معاهم كمان مفيش أدنى مشكلة. أول حاجة هتكون معانا إن إحنا هنحاول نخليهم يشغلوا رجليهم كويس، وكمان هنقوي معاها الطرف العلوي من الجسم باستخدام كرة زي دي. تمام، هننزل كده ويطلع لفوق، ينزل كده يطلع لفوق، ينزل كده يطلع لفوق. تمام، نحاول نخليه ينزل يطلع بإيديه ورجله من فوق. دي هتقوي معانا التوافق العضلي العصبي بالنسبة للطرف العلوي والسفلي مع بعض. دي أول حاجة هتكون معانا. تاني حاجة هتكون معانا إن إحنا هنشتغل على الأرض أو على مات أو أيا كان. هننزل بالشكل ده كده، وهنخليهم يشتغلوا عضلات البطن. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، حاول وأنا طالع أتني جسمي، خمسة، ستة، وكمان نرجع لورا شوية، اشتغل كده، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. بعدين انام خالص بالشكل ده كده واشغل رجليا، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. كمان معانا لكل عضلة عضلة بتكون مقابلة ليها، يعني انا اشتغلت دلوقتي عضلات البطن، المقابلة ليها عضلات الظهر، فلازم اشغل برضه عضلات الظهر عشان الولد يبقى فيه بالانس ما بين عضلات الفرونت والباك، الظهر والعضلات الأمامية للجسم، بحيث ان يبقى قوامه سليم ومظبوط. بالشكل ده كده هنام وهشتغل كده، واحد، اتنين، تلاتة، حاول اخلي راسي وصدري مرفوعين على الارض، اربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. تمام، بعدين هنعمل تمارين على حاجة عالية، ممكن تكون ستيب، ممكن تكون أي حاجة عالية عندنا في البيت، مش شرط نفس الستيب دي يعني. هنشتغل عليها كده. نحاول مع الوقت نخليهم يشتغلوا أسرع. كده احنا عملناها امامي، نعملها بشكل جانبي، واحد، اثنين، ثلاثة، اربعة، بشكل اسرع برضو. بالظبط كده. وبكده هنكون مرنا معظم عضلات جسمنا في البيت، وخلينا الاولاد برضو يتمرنوا ويتبسطوا في الأجازة. كل سنة وانتم طيبين. كان معاكم الكابتن حسن من جيم النادي الأهلي الجزيرة.